وصفة حلوة جدا، هتحطيها على بشرتك بالليل، هتصحي الصبح تلاقي وشك زي البدر المنور، بيضة بياض التلج من أول استخدام. وصفة هتصلخ عندك التجاعيد والسواد، وكمان سواد تحت العينين لو عندك هالات سودة هتشيلهالك، هتديكي نعومة رهيبة لبشرتك، هتفتح بشرتك وهتخليها بيضة زي القشطة، والنتيجة هتشوفيها بعينيكي من أول استخدام وتحدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة حبايب قلبي جايبة لكم وصفة للمستعجلين، وصفة بتدي نتائج هايلة لتبييض البشرة وإزالة الهالات السوداء والسواد تحت العينين، وكمان هقولك على سر في الوصفة دي هيسلخ عندك التجاعيد والبقع الداكنة. قبل ما أبدأ وصفتي، لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الإشراك الأحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس أمرا. الوصفة مكوناتها بسيطة جدا جدا ومن بيتك، مش هتكلفك حاجة بس فوائدها هايلة. هأول مكون معايا وهو المكون السحري ده، ليه فوائد رهيبة لإزالة الهالات السوداء السواد العنيد تفتيح بشكل دائم، وهو الشاي. الشاي العادي اللي احنا بنستخدمه الشاي الأحمر، هنبدأ ناخد معلقة صغيرة من الشاي وهنحطها عندنا في طبق أو في كوباية أو في بولة زي ما انت شايفة حبيبة قلبي بالشكل ده. هنبدأ ان احنا ناخد على معلقة الشاي بتاعتي معلقة من المكون الرهيب ده، اللي هو لما بيختلط مع الشاي بيدي نتائج هايلة وناسفة للسواد العنيد، بيطهر البشرة جدا، بيزيل اي التهاب، ما بيسببش التهاب في البشرة بل بالعكس بيعالج الالتهاب وبيطهر البشرة وبيفتح بدرجة عالية قوي، وهو ملح الطعام العادي. هنبدأ ناخد معلقة من الملح على معلقة من الشاي وهنقلبهم مع بعض بالشكل ده كويس قوي. معلقة صغيرة من الملح على معلقة صغيرة من الشاي، هنبدأ ان احنا ننزل عليهم بنص كوباية من المية المغلية، نص كوباية فقط من المية المغلية، مش عايزة اكتر من كده. وهنبدأ ان احنا نقلب كويس قوي الملح مع الشاي كويس جدا بالشكل ده في المية المغلية. بعد كده حبايب قلبي هنبدأ ان احنا نركنهم كده وهننقعهم مع بعض لمدة من 3 لـ4 بس دقايق او 5 دقايق. هبدأ ان انا اركنهم وهنقلهم بالشكل ده. بعد كده هبدأ ان انا اجيب طبق تاني وهبدأ ان انا انزل على الطبق بتاعي بمعلقة كبيرة من النشا او الكورن فلاور، معلقة كبيرة قوي كده من النشا او الكورن فلاور، وهبدأ ان انا اجيب معايا هنا المكون السحري دوت وهو زيت جونسون. زيت جونسون من الحاجات الحلوة جدا لتبييض وتنعيم البشرة. هبدأ ان انا اخد معلقة كبيرة برضو من زيت جونسون واحطها على النشا وهبدأ ان انا اقلبهم كويس قوي بحيث ان هما يتقلبوا ويتجانسوا مع بعض بالشكل ده. زيت جونسون مع النشا. بعد كده حبيبة قلبي هتبدأي تنزلي عليهم بمعلقة كبيرة من الحليب السائل، وممكن تستبدلي الحليب السائل بالحليب البودر، وهنبدأ ان احنا نقلب كويس قوي زيت جونسون مع الحليب ومع النشا بحيث ان احنا ندوبهم كويس قوي مع بعض بالشكل ده. قلبناهم مع بعض بالشكل ده لحد ما زي ما انتم شايفين القوام بقى سايل معايا وتجانسوا مع بعض خالص. هنبدأ ان احنا برضو نركنهم كده وهنبدأ ان احنا نرجع للشاي والملح. هتبدأ ان انتي تجيبي كوباية هتبدأي تجيبي المصفى بتاعتك وتبدأي ان انتي تصفي الشاي مع الملح بتاعك، وهيتفضل زي ما انتم شايفين التفل بتاع الشاي والممزوج بالملح. هنبدأ ان احنا نركن المية دي
وهنبدأ ان احنا نرجع للمكونات بتاعتي، وهنضيف عليهم الشاي مع الملح اللي احنا صفيناه، وهنبدأ ان احنا برضو نقلب كويس قوي. هندوبهم كويس جدا مع بعض. وصفة رهيبة، الوصفة دي من اسرع الطرق لتفتيح لون البشرة، ازالة الهالات السوداء وازالة البقع الداكنة، وكمان سر هقولهولك في اخر الفيديو لشد التجاعيد. هتبدأي ان انت تاخدي المية السحرية بتاعتك دي، وهتبدأي ان انت تقلبيها على نار هادية لحد ما قوامها يكون كريمي سايل خالص، ما يكونش كريمي ماسك، يعني يكون كريمي سايل خالص. بعد ما حطيناها على النار بقت عجينة متماسكة، هنبدأ ننزل عليها بمعلقة من مية الورد، وهنبدأ ان احنا نقلبها كويس قوي في مية الورد ده بعد ما تنزل من على النار. وهنبدأ ان احنا ندوب مية الورد بتاعتي على المكونات او الكريم بتاعي كويس قوي، عشان القناع بتاعي يبقى جاهز. هتبدأي ان انت تاخديه بقى وتدهنيه بالشكل ده كده على تحت عينيكي وعلى بشرتك كلها للتبييض بشكل سريع. هتبدأي توزعي القناع او الماسك بتاعك ده كويس جدا جدا على السواد، وهتبدأي ان انت تسيبيه لمدة 15 دقيقة كاملة او ممكن ازيد من كده زي ما انت عايزة. هتبدأي تسيبيه 15 دقيقة، وهتبدأي بعديها تغسلي بشرتك كويس جدا بالمية الساقعة، وبعيدي عن المية الدافية لان هو اصلا لوحده لما بتحطيه بيفتح المسام، فلما بتيجي تغسلي بشرتك بمية ساقعة المية الساقعة هتقفل عندك المسام على طول، لان هو بيخترق البشرة من الاعماق وبيفتح بدرجة عالية جدا وبينظف البشرة. طيب دلوقتي بالنسبة للمية السحرية دي، تعالي اقولك بقى على السر اللي هينسف عندك التجاعيد والخطوط بالمية السحرية اللي معايا دي. طبعا المية السحرية ديت مكونة من الملح ومن الشاي، تمام. هنبدأ ان احنا ناخد المية بتاعتي ديت عشان تعالج عندك التجاعيد. هتبدأ ان انت تحطي عليها معلقة من زيت جونسون على المية السحرية بتاعتي دي، وهتبدأ ان انت تقلبيها كويس جدا جدا بالشكل ده، المية مع الزيت كويس قوي. وهتبدأي ان انتي تحطيها عندك في التلاجة او في الرف الفوقاني في التلاجة لمدة 3 ساعات في التلاجة لحد ما تسقع خالص، لان احنا المفروض ان احنا هنحتفظ بيها في التلاجة قبل الاستخدام، تمام. هتبدأي ان انتي تاخدي المية السحرية دي بعد ما تحطيها في التلاجة الاول، لو عندك بخاخ او عندك زجاجة فاضية عندك فاضي فيها المية، هتبدأي تيجي قبل النوم فقط، قبل النوم مباشرة هتاخدي قطنة او قماشه كده قطنيه، وهتبلي القماشه بالميه دي، وهتبداي تدلكي بيها بشرتك كويس قوي وتسيبيها طول الليل على البشره. هتديكي نتائج هايله جدا جدا في التفتيح وفي شد التجاعيد وازاله السواد من البشره. وصفه حلوه جدا جدا، جربوها يا بنات هتديكوا نتائج هايله. بالنسبه للوصفه الاولى هتستخدميها مرتين في الاسبوع، الوصفه الثانيه للتجاعيد هتستخدميها بشكل يومي لمده اسبوع كامل ككورس يعني كامل لشد التجاعيد. يا رب اكون قدرت افيدكم. بالله عليكم ما تنسونيش في اللايك فضلا وليس امرا. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.